قناة بيستارز تتمنى لكم عيد مبارك. بمناسبة حلول عيد الفطر، قدمت الممثلة الصعيدة إيناس عبدلي التهاني لمتابعيها، مبرزة جمال إطلالتها والعادات التي قمنا بها أغلب العائلات الجزائرية في صبيحة العيد. وتذكروا أن ضغطكم على زر الإعجاب يعني لنا الكثير. شكرا لكم مسبقا. لعرض إعلاناتكم على باقة بيستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في بيستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.